كنا ضيوف عليها من أجل مناقشة موضوع له من الرهية بمكان وهو العنف الرقمي بالنوع الاجتماعي. هذا العنف الذي انتشر بشكل واسع هناك مع استعمال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل التكنولوجيا المتطورة، وحاولنا من خلال هذه المداخلات هناك نقيم هناك هذه الوضعية وكذلك نناقش الظاهرة على مستوى العدالة الاجتماعية والنفسية والقانونية لنساهم في النقاش العمومي لإيجاد بعض التوصيات، على الأقل هناك أجرأت هناك هذه التوصيات هناك على المستوى العملي فيما يخص الدائرة ديال الإقليمية ديال الحاملة من أجل تقليل من حدة هذا العنف، أو على الأقل هناك أن نصل إلى مجال آمن وهناك الخصوصية بالنسبة للمرأة والفتاة داخل هناك هذا الفضاء الافتراضي، ولإيجاد مقاربة ما بين العالم الافتراضي والعالم الواقعي بالنسبة للفتاة وتحسينها على مستوى مكتسباتها. تم الخروج بكثير من التوصيات في هذا المجال، وبالتالي هناك كانت هناك ندوة ناجحة بكل المقاييس من أجل هناك تقريب وجهات النظر والتواصل الإيجابي حول هناك هذه الظاهرة التي تحتاج إلى دراسة معمقة وبحث علمي وكذلك بحوث ميدانية من أجل محاولة الحد منها. وشكراً.